قد ايه حلو عفاف لما بنبدا فقراتنا اليوم بالموسيقى وبالطفوله بالوقت نفسه، ولنزيد كمان انه العمل كثير انساني موجه دائما لذوي الاحتياجات خاصة. ضيفنا كتير مميز بعمر مميز، رح نحكي مع حيدر يونس اليوم، وهو طبعا إذا هو أصغر مؤسس مبادرة في سوريا بغني للطفولة. حيدر يونس هو عضو هيئة عامة في جمعية بشائر النور لذوي الاحتياجات الخاصة. يسعد لي صباحك حيدر. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك حيدر. صباحك كمان. قبل ما نبلش معك رح نروح لحتى نسمع أغنيتك الجديدة يوم جديد يلي حققت آلاف من المشاهدات وحققت نجاح كبير كمان، رح نتابع سوا ونرجع. حيدر اول شيء بدي لك الف مبروك على الاغنيه الجديده، وثاني شيء يعني مجرد نشوف هدول الاطفال نحن كثير بنتعاطف معهم، بنقدم لهم كل الدعم كل القوه، يمكن نحن اوقات بناخذ منهم صبر وقوه. بدي اقول لهم الله يشفي كل الاطفال وكل حدا مصاب بمرض السرطان. هذا المرض اليوم صار فيه وعي كثير كبير ان كان بطريقه علاجه او حتى التعامل معه. حيدر خلينا نحكي اليوم كيف طلعت معك فكره انه نحن نتوجه لامراض السرطان، خاصه في لك اعمال كانت لذوي الاحتياجات. هلا اول شيء يسعد صباحكم بكل خير، وصباح الشام اللي دائما اول ما اجي عليها بتعطيني طاقه ايجابيه كثير حلوه، طاقه كفيله بانه تخلينا نبلش صباحنا بمحبه وبشغف. حقيقه اغنيه يوم جديد هي اغنيه متخصصه بالاطفال المصابين بمرض السرطان. ليش اليوم حبيت اعمل اغنيه يوم جديد؟ لانه كل الاغاني اللي شاهدتها حول مرض السرطان دائما ما بتكون مثيره للشفقه او للعطف او نوعا ما محزنه بتزعل، اما هي الاغنيه هي خاصة لطفل المصاب بالسرطان، يعني ممكن هو يغنيها، وهي بتقول انه بكره بيطلع لي شعر جديد وكل يوم بيبقى لي عيد، عم تعطينا مريض السرطان معاني كلها قوة تفاؤل. وتحدي وتفاؤل، فابدا ما فيها ولا كلمة فيها ضعف، فحاولت انه اعمل شيء يخليهم هن يحسوا بالامل. وبصراحة انا كثير حدا بيآمن بالعلاج بالموسيقى، فكانت الاغنية فعلا بمثابة
يعني تفاؤل لكثير من المصابين اللي كنت على تواصل معهم. حيدر، يعني هذا الموضوع جدا حساس بالنسبه لهدول الاطفال، مثل ما حكيت فرح نحن بناخذ منهم القوه والصبر والاراده اوقات، بس لابد يعني من وجود لحظات هبوط ولحظات ضعف. اكيد ممكن الاطفال ممكن يتقبلوا او يكونوا قوايا بهيك وضع، يعني الشخص صح. الكبير بيكون نوعا ما بيضعف بلحظات. خلينا نحكي يعني الفكره كيف اجت براسك لهذا الموضوع لحتى تختص بموضوع السرطان، كيف تم التحضير للاغنيه بشكل خاص؟ هلا بصراحه هي الاغنيه هي واحده من سلسله اغاني هادفه، انا يعني ضمن مشروع بشتغل عليه من حوالي 5 سنوات، وكنت ضيفكم اكثر من مره بكذا اغنيه. هو مشروعي متخصص بالاغاني الهادفه للطفل، يعني الاغاني التربويه الموجهه، لكن هالمره يعني اللي خلاني اتقصد انه اعمل شيء عن السرطان هو انه الاطفال اللي عم شوفهم نتيجه التعامل المباشر معهم حتى بالمدارس، اليوم مش يشوفوا طفل سرطان مختلف عن شكلهم غريب شوي، بتلاحظي نظراتهم بتصير مزعجه للاخر. يعني الطفل اليوم لما يكون الدور من الاهل من التربيه عم يوجهوه انه ممكن انت تصدف شخص يكون ما له شعر، ما بيصير نحن نخاف منه. يعني انا كنت شوف حالات مرضى سرطان اطفال يروحوا على المدرسه لحتى يتفائلوا، يعني من بعد العلاج ومن بعد الجرعات يفوتوا على المدرسه يشوفوا نظرات رفقاتهم يهربوا منهم لانه هن ما لهم شعر. فهذا الشيء كثير مؤسف ومزعج، انا بحسه اصعب من الجرعه يعني نفسها. فحاولت انه لا بدي اعمل اغنيه حتى ضمن الكليب، اذا لاحظتي في كان يعني اعداد كبيره من الاطفال مشاركين. كلمات الاغنيه من كلمات الاغنيه من تاليف الاستاذ باسم شرمانك، والحان وتوزيع مراد موسى، واخراج زين جبور. كادر عمل رائع انا ما بقدر بلاه، يعني هو دائما موجود معي من سنين. طيب حيدر، اليوم عم نحكي عن اطفال شاركوا معك بالكليب واعداد ما كانت قليله مشاركه، واعمار حتى صغيره، يعني ممكن نحن نحس انه هن ما بيقدروا يواكبوا العمل كامل او يعرفوا بالارشادات او هيك. حطنا شوي بجو التصوير، كيف كان، كيف كان تفاعل الاطفال لما عرفوا انه هو في غنيه خاصه لالهم وهن عم يساهموا بانجاز هذا العمل، فكيف كان التعاطي؟ كان التصوير بثلاث مواقع. اول شيء حاولت اني زورهم بالمشفى، صورنا بمشفى الأورام قسم الأورام السرطاني بمشفى تشرين. نحن وبالمشفى اقترحنا فكرة أنه نحن حنعمل كمان تصوير بموقع تاني على الكورنيش الغربي. فالأطفال اللي كانوا بالمشفى سمعوا بالموعد اللي نحن عم نسجل فيه بالكورنيش، فتفاجأت بوجودهم بالكورنيش قبل ما نوصل. لا نحن رحنا نصور بمشفى الأورام، خلصنا تصوير هناك، فبعض الأطفال سمعوني أنا والمخرج عم قال له طيب موعدنا الساعة 6 عند الكورنيش الغربي، فرحت شفتهم سابقيننا قبل الكادر يعني هناك. فحاولت عملت دمج بين الأطفال السرطان والأطفال الأصحاء اللي ما فيهم يعني شيء، جمعتهم مع بعض وفعلا كان جو كتير تفاعلي وحلو. وأنا بنبسط دائما لما أجمع شريحتين مع بعض، يعني انبسطت أنه نفسهم أطفال السرطان انجمعوا مع أطفال عطوهم كتير هيك حب وما تطلعوا فيهم نظرات غريبة. كتير حلو. خلينا نعرف منك حيدر، يعني بعد هذا المشروع اكيد ما رح توقف، بس يمكن لحتى ياخذ صدى ويوصل للناس بصوره اكبر، هو فكره كثير جديده وحلوه، يوم صحيح. جديد، يعني من عنوان الاغنيه مبين انه كله تفاؤل وقوه. خلينا نحكي شو محضر لقدام، شيء مختلف؟ هلا على سبيل على يعني موضوع الاغاني، اكيد محضر هلا سلسله اغاني جديده رح اطلقها ضمن مشروع الاغاني الهادفه للطفل، مشروع يعني بحسه انا مستمر لا يتوقف. اما على صعيدي الشخصي فعم حب يعني وكثير حابب انه ترجم هلا افكاري بخصوص الطفل وهي الخبره السنين من التعامل مع الاطفال والمراهقين الشباب. فهلا توجهي لمشروع اكاديمي احترافي يعني ضمن مركز متخصص بكل الدورات اللي تعنى بالطفل واللي تعنى كمان باللي بدهم يتعاملوا مع الطفل، طبعا بالتعاون مع الاستاذ والصديق المحامي عادل دواي، بدي اوجه له تحيه بهذا الصباح. هو مشروع خليني اقول لك
بيجي ثمرة لجهود كتير صار لي عم أحلم فيها يعني. الله يوفقك حيدر ويعطيك القوة لحتى تكمل هذا المشروع الحلو. بس اليوم لما نحن عم نتوجه لشريحة معينة هي شريحة الأطفال اللي إلى أكبر نسبة من الخصوصية بكل المجالات، قديش عم بتلاقي يمكن صعوبة إن كان باختيار المشاركة باختيار اللحن أو حتى الكلمات وأداء الغنية نفسها؟ اليوم ممكن إحنا نتوجه للكبار بس بحس الأطفال دائما لهم خصوصية أكثر. صح بصراحة ليكي، دائما الأطفال إلهم خصوصية وإلهم حساسية بالتعامل. يعني أنت اليوم ممكن إذا اهتميتي بطفل يعني دون طفل آخر صدقا ممكن تتسببي بمشكلة وبأذى نفسي كبير. وأنا أول بداية هذا المشوار بأول خطوات من سنين كنت ممكن ما أعرف، ما عندي خبرة بالتعامل معهم، فاتجه لمجموعة أطفال صدقا كان يصير أزمة عند نفسي عند الأطفال التانيين. فبدك تكوني كتير حذرة، وخاصة إنه هذا الطفل عم يشوفك قدوة لإله، يعني عم يطلع عليك وكأنك أنت حدا شو موجهه رح ينفذ. فيعني بدك تكوني قد هالأمانة وقد هالمسؤولية. مين ساعدك حيدر؟ مين ساعدك بهي الخطوات؟ مين وجهك؟ كان في مرشد نفسي؟ كان في أصدقاء؟ كان في أسرة؟ مين ساعدك؟ صراحة أنا أكثر حدا ساعدني بهذا الموضوع بشكل كتير كبير، وخاصة موضوع الأغاني، الموجه التربوي باسم شرمك اللي هو نفسه بيكتب لنا الأغاني والسيناريو الخاص بأعمالنا. يعني هو هذا المشروع أنا بقول الفضل الكبير بيرجع لإله بوصوله، لأنه بتعرفي أنه أنا مشروع الأغاني الهاتفة للطفل بسوريا كنت أول حدا بيطلق. يعني ما في كان أغاني متخصصة بهي المواضيع الحساسة. نحن ممكن نسمع كنا أغاني للأطفال البيبيات يعني، بس لهي الشريحة العمرية كتير كنت سعيد بإني أول من أطلق هيك مشروع. وكمان اللي فرحني أكثر، يعني أنت عم تحكي عن مشروع خاص بالطفل عم يحصد مئات آلاف المشاهدات. يعني يوم جديد من أول يومين تخطت المليون، فهذا الشيء أنا كتير بكون سعيد فيه. لازم هون بالمشروع اللي جاي أو بانتقائك لاسم الغنية أو للموضوع يكون شيء كتير كمان حساس بنفس الوقت تماماً ومختلف. فينا نعرف شو الأطفال أو شو الفئة يلي رح تكون الرسالة موجهة لإلهم مشروعك القادم؟ بصراحة المشروع القادم رح يستهدف الشباب، لكن ما بينفصل عن الأطفال. من؟ يعني شريحة العمرية من 14 سنة ممكن للعشرين، لأنه هو مشروع أغنية في حالة خاصة، أغنية عالمية لكن من سوريا. فيني قلك بتجمع الحس الوطني مع الحس الشبابي اللي بيدعي للسلام. فهي رح تكون رسالة عالمية. فينا نشوفها مترجمة؟ تماما، كل اغاني هلا عم تنزل مترجمه. حلو. فرح تكون مترجمه لثلاث لغات. هي الاغنيه انا كثير مآمن فيها، لانه فيني اقول لك هي يعني ملخص هالسنين الازمه اللي مرت علينا. شو بتقول اليوم سوريا للعالم؟ يعني لسان سوريا عم يحكي مع العالم. فإن شاء الله يا رب تلقى النجاح اللي شافيته يوم. كثير حبيت الفكرة حيدر، اليوم لما مترجم غنية فنحن عم نتخطى حدود يمكن الوطن العربي تماماً. عم نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. لكن إذا بدنا نقول البداية دائما من المحيط اللي حوالينا وردة الفعل والأصداء اللي بيتركها يا بيشجعوك يا مثل ما بنقول بيكسروا الشخص بيخلوه يوقف وما بقى يكمل. خبرني حيدر، مين شجعك بالبداية من الوسط المحيط؟ شو كانت النقاط يمكن اللي دعموك فيها؟ كان في انتقادات وانت صححت او لا؟ تماما لك بصراحه. اليوم الانسان كثير بيتعرض لنقد، شو ما كان عملك حلو وناجح، شو ما كان مؤثر رح تتعرضي لنقد. فدائما الانسان يكون جاهز، دائما بحلل. اذا النقد ايجابي انا اكثر حدا ممكن يشتغل على تصحيح الاخطاء. اذا ايجابي او لا كيف تحكم؟ من الشخص، من الطريقه اليوم، او من الشخص. اليوم لما حدا يعني بيعطيكي ملاحظه من العين قادر تكشفي اذا هو هذا الشخص محب والملاحظه بناءه، اما اذا هو شخص كاره وملاحظته بتحطمك. فإذا كان إيجابي فأكيد مو عيب الواحد يصحح خطأه، وإذا كان سلبي فأكيد بيمتعني هذا الشيء، يعني أنه
يعني بنبسط انه قديش مأثر انا. طيب خبرنا حيدر، شو اكثر هيك ملاحظة اجتك واثرت فيك واشتغلت عليها لقيتها انه انا صح اشتغل على هذا الشيء وصححته بعدين؟ هلا لكي ممكن هي تكون ملاحظات مهنية بصراحة، مثلا انا ممكن رح اقول لك شغلة وهي كان ممكن يعني شيء بمثابة خليني اقول لك شيء يزعج المخرج او المصور. ممكن انا بالغناء كنت كان عندي حركة لا إرادية، حرك راسي كتير، عطوني كذا مرة ملاحظة أنه لا بدنا نكون أكثر ثبات، كنت أتفاعل زيادة، فمع الأيام صححت هذا الخطأ وصار عندي مع خبرة تراكم السنين خبرة كبيرة بالتعامل مع الكاميرا. حلو. يعني صرت أعرف إذا بدي عين على اليمين على اليسار كيف الدقيقة شو اللحظة المناسبة، فهي ملاحظات يمكن إيجابية. يمكن هذا الشيء بنفس الوقت يزعج المخرج والإنتاج تماما لأنه أنت صرت تعرف بالأمور أكثر أو عندك خبرة فيهم أكثر. صحيح. لا حكينا عن كل الشغلات الحلوة وعن كل الإيجابيات، خلينا هيك الصعوبات اللي واجهتها أنت من خلال مسيرتك. صار لك 5 سنين. صار لي أنا بالأغاني الهاتفي 5 سنين لكن بالعمل المجتمعي 8 سنين. تماما، خلينا نعرف منك شو أكثر الصعوبات اللي واجهتها، شو التحديات اللي أنت تخطيتها كانت صعبة صعب المرور فيها نوعا ما؟ أكثر صعوبات بتواجهني هي أنه أنت بعمل بيحتم عليك أنك تكوني ما فيني قلك انه مو من الشارع، يعني الشارع او من الرأي العام، بس بيحتم عليك انك تكوني حدا مؤثر اكثر ايجابية بالرأي العام. فاللي بيأثر فيني انه انا بالنهاية من هذا الرأي ومن هذا من هدول الناس، فلما شوي الوضع يزيد صعوبة، الحالة العامة المعيشية تزيد، ممكن شفتي سنين الحرب اللي مرت علينا مو سهلة، فكان أنا بيترتب علي أني لا ما لازم أكون متأثر سلباً مثلهم، لازم أكون إيجابي. فكنت دائماً يعني أنتقد بهذا الموضوع أنه ليش أنه عم تعمل أغاني بالوقت اللي عالم فيه مثلاً مزعوجة أو مكتئبة، قلن أنا بيحتم علي هذا الظرف أني اليوم أكون إيجابي لأني أنا بموقع لازم أكون فيه عم أعطي تفاؤل لهدول الأطفال اللي ممكن يشوفوا أمل من حيدر ومنكم أنتوا كمان. فهذا الموضوع كان كتير يزعجني، إضافة لأنه اليوم يعني أي عمل ما نو سهل، فبده جهد وبده مسؤولية وبده متابعة، فهي أكثر صعوبات كانت تواجهني إنه أضطر أعطي تفاؤل وأنا زعلان. حيدر، إذا بعد شوي عن الأعمال المجتمعية أو حتى الهادفة أو الأغاني، حيدر اليوم في شغل خاص فيك بخارج هذا المجال، في دراسة معينة، كيف حياتك العادية بعيدا عن يمكن الشهرة خلينا نقول والأضواء؟ تماما، أنا عامل دبلوم بالإعداد والتأهيل الإعلامي، أنا شغفي بالإعلام وموهبتي من الطفولة هي الإعلام، فاشتغلت عليها بشكل أكاديمي واسقلتها وترجمت هذا الشيء بثلاث برامج أطلقتها، برنامج إيدي بإيدك وبرنامج حكاية وخبرية وآخر برنامج عملته قضية اللي هو بيحكي عن قضايا مجتمعية واجتماعية. فيها نقول لك زميل اليوم. تمام. فحقيقة ما بعدت عن هذا الحب لهالعمل ولهي المهنة، وإضافة للمشروع اللي قلت لكم عليه اللي هو الأكاديمية الاحترافية اللي عم جهزها هلأ خلال إن شاء الله أيام رح تبصر النور باللادية. طيب حيدر، بعد كل هاي يعني أنت عم تشتغل بمجال بعيد شوي عن الفن والغناء، كيف عم بدك تقدر توفق هلأ أنت على أبواب انطلاق مشروع جديد؟ تماما، وبنفس الوقت في مشروع افتتاح الأكاديمية، كيف مجهز الأمور؟ تمام، هو دائما هيك بيقول لي أنا الشريك والصديق اللي تكون عادل دواي، دائما بيقول لي إنه أنا خايف منك بس نفتتح الأكاديمية إنه كيف رح تلحق. بده الوقت تنظيم، يعني مع التنظيم ما في شيء مستحيل، فحكما أنا ممكن دير هيدي الأكاديمية بطريقة يعني كويسة لوقت ما حدا يساعدك بالموضوع. أكيد أكيد، أنا معي كادر عمل كتير موفق فيه، معي كادر جدا نشيط واحترافي عم يساعدني، حتى دائما لما تتذكري أغنية يا أرض جدودي كنت ضيفكم صورناها بدرعة وكان الوضع كتير صعب وخطير. صحيح. وغامروا وسافروا معي يوم تحكينا كتير حكاية بطولية عنهم وهيك، فمعي كادر أنا كتير موفق فيه حقيقة. أكيد نحن كمان بدنا نوجه لهم تحية، صح نحن ما قدرنا نستضيف الكل بس أكيد أنت بتعبر عنهم وبتعكسهم
حيدر. طيب خلينا نحكي اليوم بالنسبة لأهلك بالأقرب وسط محيط لإلك، اليوم شو هي يمكن أكثر كلمات الدعم اللي بيقدموا لك إياها؟ لأنه في فكرة اليوم إنه فئة الشباب خصوصا عم نشوف عندها هذا الاكتئاب الكبير، ما عندهم يمكن أمل ببكرة، طبعا مو الكل نحن عم نحكي بس نسبة كتير كبيرة. حيدر منين جاب هذا الأمل وهذا التفاؤل؟ يعني يمكن البذرة الأولى، الوسط الأول، المحيط هو المؤثر الأول إذا أنا ما كنت غلطان. هلا أنا بقول إنه هيدي طبيعة بشرية، يعني اليوم نحن حسب طبيعتنا البشرية الإنسان يا بيكون متفائل يا بيكون سلبي، بس يعني كمان في ظروف حيدر، ففي ظروف بتحتم علينا إنه شوي نزعل. دائما اكثر شيء كنت يعني واجه فيه صعوبه انه لازم حيدر لا، انه انت بدك تكتئب انت رح تزعل، انه بالنهايه انا عندي مشاعر وانا حدا بهذا يعني بينكم انه نفس الصعوبات اللي انتم عم تعانوها انا عم عانيها. فكون انا ايجابي اكثر، مثل ما قلت لك دور الاهل بالدعم النفسي، دور المحيط، الاصدقاء، دور المتابعين. حسيت بالياس شوي اوقات ورجعت كملت او لا؟ طبعا حسيت باليأس ووقفت ومرات اقول خلص ما عاد رح كمل، مرات اقول بدي سافر، مرات فيعني حسيت بكثير صعوبات. بس اخر شيء يعني اليوم انا بدي ركز على نقطة صغيرة من خلال تجربتي. اليوم ممكن تحسي تكوني مزعوجة او صاير معك موقف سلبي، بتحسي للانزعاج لوهلة، بهي الوهلة الصغيرة ممكن الدنيا تضيق عليكي وتفكري انه انا رح سافر وانا رح انهي شغلي وانا تليفون ما حدا بتحبي او تليفون من صديق مقرب او صديقة مقربة او خبر حلو ممكن تسمعي بيرجع يخليكي تتفائلي ببيتك بمجتمعك، بترجعي يعني بتعيدي نفس يعني الطاقة. انت حيدر رسالتك هلا هي نشر الامل والتفاؤل والقوة والارادة كمان من خلال اغانيك، فانت لازم تكون حامل هي الرسالة موجودة جواتك لحتى تماماً أنا تقدر تنشرها. بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم ونتمنى لك كل التوفيق لك وللكادر كله يلي موجود معك. شكرا كثير لكم وشكرا لاستضافتكم الجميلة. وأنا بدي بس أقول كلمة أخيرة أنه اليوم ورح أقول على كاميرتي لكل الشباب اللي عم يشوفوني أنه اليوم طريق النجاح أبدا ما نو سهل. طريق النجاح بده متابعة احترافية موضوعية، يعني اليوم ممكن نواجه كثير صعوبات وممكن أكيد ما رح نشوف طريق مفروش ورد قدامنا، فالأهم أنه يكون عندنا أسرار بس أنه نكمل هذا الطريق بمحبة. صحيح. أكيد. شكرا كثير حيدر على الطاقة الحلوة اللي تركت لنا إياها اليوم وبدينا فيها معك، بأتمنى لك كل التوفيق. شكرا حيدر كتير وأكيد حتابعك بكل شغلك الجديد. شكرا. يسعدني.